السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير، ويا رب دايما يجعل أيامكم كلها سعيدة وطيبة عليكم، ورمضان السنة دي يكون رمضان فعلا مليء بالسعادة وغفران لكل الناس، كل سنة وأنتم طيبين. أنا حبيت السنة دي إن إحنا نعمل في رمضان، يكون السنة دي رمضان مختلف، هنعمل كل يوم حلقة نتواصل فيها مع بعض، هبدأ كل يوم أقول معلومة جديدة إن شاء الله. هنبدأ نستقبل أي استفسار ليكم أو أي موضوع تحبوا تسألوا عنه، وإن شاء الله نبدأ نرد على كل الأسئلة اللي بتوصلنا. عشان كده أنا بدعوكم إن إحنا نعمل اشتراك سبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس، ونبدأ ننشر الفيديوهات ديت عشان الناس كلها تستفيد. طيب النهارده في أولى حلقاتنا بقى مع رمضان، حبيت بس إن أنا أنوه عن مين الناس اللي فعلاً ما ينفعش انها تصوم في رمضان. طبعا الصيام ده فرض من الفرائض اللي ربنا امرنا بيها، وليه اهميه كبيره جدا عندنا، وفي كل روحانيات كتيره جدا احنا كلنا بنتمناها وبنستنى الشهر دوت، دايما بنستنى للسنه. لكن برضو احنا عندنا بعض الاعذار اللي احنا ممكن موضوع الصيام دوت ما يتناسبش مع الحاله الصحيه لبعض الناس اللي احنا هنقولهم دلوقتي، وده طبعا نتيجة الخطورة على حالتهم الصحية، يعني لنتيجة عدم لوجود دايما ساعات طويلة من ساعات الصيام. طيب ايه هما بقى الناس ديت؟ هنقوله دايما الناس اللي هي بتعاني من او المجموعة اللي هي بتعاني من سكر من النوع الاولاني اللي هما التايب 1، يعني دولت السكر اللي بيحدث في مرحلة الطفولة او المرحلة الاولية من مرحلة الشباب. الناس دي بتبقى معتمدة اعتماد كلي على الانسولين عن طريق الحق، فعشان كده لما بيحصل مجموعة او لما بيحصل موضوع الصيام دوت، بيبدأ موضوع الاكل والطعام والشراب بتاعهم تبدأ تختلف في المواعيد بتاعتهم، فده بيؤدي الى حاجة احنا بنخاف منها دايما، مضاعفات من اللي بتحصل لمريض السكر دوت، ان هو يخش فيما يسمى بالغيبوبة الكيتونية، عشان دي من ضمن المضاعفات اللي احنا فعلا بنقلق منها جدا، ان هي ممكن لو ما ربنا ما كرمناش ولحقنا الموضوع دوت، ممكن يخش في يعني مرحلة كده احنا ما نتمناهاش، وتبقى دي تؤثر على حياته. طيب الناس التانية اللي احنا بنقلق منهم ان احنا بنخاف عليهم في مرحلة الصيام، هم المرضى القلب واللي حصلهم مشاكل في القلب او الشرايين بتاعت القلب او المخ، لان سواء بقى كان في مشاكل في عضلة القلب او قصور في الشرايين، عملوا قبل كده قسطرة او ماشيين على علاج للسيولة، فطبعا مع ساعات الصيام الطويلة والجفاف اللي بيحصل في الاوعية الدموية نتيجة قلة دخول المية، ده بيؤدي الى او بيساعد كعامل من ضمن العوامل اللي هي ممكن تؤدي الى حدوث الجلطات، فعشان كده دايما بننصحهم بالبعد عن الصيام، خاصه احنا في وقت الحر فيه بيبقى زياده شويه، وبنبقى الجفاف يعني بيبقى زايد كمان، فبنقلق من الموضوع ده جدا. الناس الثانيه اللي برضو بننصحهم بعدم الصيام هم مرضى الكلى بقى، اللي هم عندهم قصور في اداء الكلى بتاعتهم، لان ده انت عارفين ان دايما الكلى او مريض الكلى حياته هي عباره عن الميه والسوائل، فان احنا نقعد فتره طويله برضو من غير شرب الميه ده ممكن يدخلنا في قصور شديد جدا في الكلى، ممكن يوصله الى عمل الغسيل الكلوي. طيب المجموعة التانية بقى اللي احنا برضو بننصحهم بعدم الصيام هم السيدات اللي هم كانوا بيعانوا من سكر وبدأوا يحدث معاهم حمل، او اكتشفوا السكر اثناء الحمل نفسه، فده السيدات ديت من دايما مش بنسمح لها بموضوع الصيام اثناء فترة الحمل نهائي، طبعا ده لخطورة برضو الصيام على صحتها وعلى صحة الجنين بداخلها. احنا كده بنتكلم على الناس اللي هي مش قادرة او اللي هي مش مسموح لها بالصيام. نبدأ ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنبدأ كل يوم نقول معلومة جديدة، وزي ما قلت لحضراتكم انا في انتظار دايما اي استفسار تحب تسأله فيه وارد عليه ان شاء الله من خلال صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك
صفحة عيادة الدكتور تامر عمان الخميس أو القناة الرسمية على اليوتيوب. كل عام وأنتم بخير، ويا رب دايما يجعل أيامكم سعيدة ومباركة، وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. شكرا جزيلا.